أنا حسن رغام شوار وابني حسني رغام شوار، امبارح جيته شلته، أنا زلمة عاجز وهو قايم بمعيلتي وعائلتي وأخي، وأنا زلمة كبير، طيب جيته امبارح شلته ما بنعرف مشان بيوت مشان أخي، أجارة بيوت يا أخي بدكم بيوتكم تاخذوا بيوت وقلعونا، ومالي غيره يعني منو بده يعيش فينا؟ عندي بيت بعفرين وعندي مقر، المقر سكنوا فيه عيلة وبيتي كانوا باركين فيه جماعة الهيئة، جماعة الهيئة طلعوا يا أخي ضلوا ما بهمني، أنا بهمني إني أرجع بيتي، رجعت على بيتي، رجعت عيالي ورجعت أهلي يعني لأني ما عاد نتحمل موضوع الشنشطة وما عاد نتحمل موضوع الكذا بشكل عام يعني. المهم بتفاجئ أمتوني يعني جايين دقين ملتبين على البيت واخذوا الحجي وراحوا، بعد نص ساعه رجعوا اجوا اخذوا الشاب كمان وراحوا حملوا حورهم، بعد ما دققنا على 24 المهم وصلنا لراس خيط، في شاب من عنجاره هو تابع لمرتبات الشباب العمشات، نحن ما بنقصد كل العمشات بس ولكن يعني للاسف انه بتبع لجماعه العمشات، اسلوب اللي اتبعوه أنا حسيت حالي شبيح من نص الشبيحة، مالي وأموري كلها غنيمة لشخص حيش السامعين يعني حقه فرنجين سوق الغلا جاي تحت تمع نفسه، وهو معروف من الأساس أنه زلمة حرامي. بالنسبة لموضوع الحجي طلع الحجي الحمد لله رب العالمين، بس ولكن لسه الشاب موجود، في شاب من شبابي موجود ضمن الأسر أو ما بعرف يعني إيش تعدوا، ما بعرف من المخطوفين المأسورين والله ما بعرف.